تخرج هذه المقترحات من إطار فقط مقترحات؟ هل تعتقدين أنها ستكون منطقية في ظل الخارطة السياسية الموجودة الآن على الساحة العراقية؟ نعم، أنا أشكرك كثيرا على هذا السؤال. إحنا اتفقنا مع زملائنا اليوم هم يسمعوني، قلنا إحنا هذه تحتاج إلى تشريع قوانين أو تعديل قوانين. يعني مثلا وزارة لها قانونها الخاص، وزارة ثانية لها قانونها، فإحنا لازم نتفق مع الحكومة. لذلك يجب أن تكون العلاقة الحكومة مع البرلمان مو علاقات صراع مثل ما كان قبل، هذا اللي هو ضعف الأداء الطرفين. يجب أن يكون هناك تفاهم. يعني أنا ما بين كتابنا وكتابكم نقعد قعدة، أنا قلت دعيت، قلت لو كل شهر نسوي لنا اجتماع نجمع به البرلمان مع الحكومة قعدة ودية، كثير من الأمور إحنا نقدر نحلها. مثلا أول البرلمان كان عنده مقترحات قوانين وسلبونا هذا الحق، وهذا لا يجوز، لأن إحنا أساس عملنا تشريع ورقابة. هل أكو برلمان ما يشرع؟ هذا لا يجوز. وزين وأكو مشاريع القوانين تجينا من الحكومة، الآن إحنا ما عندنا المقترحات، نقدر مع الحكومة ننسق حتى يبعثون لنا هذه المشاريع ونقول لهم إحنا نريد هذا المشروع، نريد ندمج هاي الوزارة بهذا الوزارة. ما وافقوا لمصالح المرجعية الشريفة دعت إلى ترشيق المناصب، فإحنا راح نقول الجماعة ما قبلوا. من اللي ما قبل؟ فلان وفلان اللي ما قبل. هاي مصلحة الدولة، العراق دا يضيع هالشكل. يعني كل واحد أنا حتى أرضي أسوي له وزارة؟ يعني بس قولوا لي حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان ليش اثنين؟ ليش؟ وليش الدواوين كل واحد ودرجة وزير؟ احنا يعني أساسا هذا يدعو إلى التفرقة. احنا من نصير ديوان واحد يصير وحدة، وكل وكيل ياخذ الشأن اللي هو خاص به، يكونون بمبنى واحد يعني، وكل النفقات راح تتقلص إلى الثلث وهكذا. فإذا اللي ما يقبل بهذا الشيء احنا راح نبلش به، ما يقبلون والله احنا نحكي بالإعلام نقول فلان ما قبل، يا مرجعيتنا الشريفة انت دعيتي المواطنين، انتوا دا تريدون احنا نقلل النفقات، يا شعب العراقي فلان وفلان وفلان. نعم سيدة ماجدة، نتردد يعني. نعم، لو تحدثنا عن النازحين سيدة ماجدة، انت قلتي بان هناك تلاعب بآلام ومعاناة النازحين، يعني هل توضحي لنا كيف يتم هذا الموضوع؟ يعني مبلغ المليون دينار، واللي حضراتكم مشكورين مثل ما اسلفت انه دت كثير، حتى رحت المعسكرات وانا شفتوا شلون عايشين دولة. مبلغ المليون هاي كم شهر بعد عوائل كثيرة ما مستلميها؟ تعتقدون هاي الشغلة هي صعبة؟ طبعا هي مو صعبة، لكن كثير شغلات احنا اكتشفناها يعني مقصود يصير خطأ بالاسم، او يقول له ما عندك وثيقة، او ما اي سبب حتى شنو يحرم هذا النازح من هذا المليون اللي هو شي كفي هذا المليون، واحنا دا نحكي عن اشهر، والناس تركت بيوتها ومدارسها وعملها وقاعدين بهالصحراء بهالبرد والماي والمطر. يعني انت من يجي واحد حتى يعني ياخذ فلوس ذول المساكين، يعني انا شنو اقدر اوصفه؟ اذا انا مع من اتعامل؟ مع هؤلاء اتعامل؟ فاذا انا فكرت كيف اقدر اسد عليهم المنافذ؟ لا، انا اعطيهم فلوس ذولا عن طريق شنو؟ اليه تختلف، لازم ما اودي للكرفان، اودي عن طريق مال وزاره التجاره، وكل واحد يعرف الوكيل مالته يدور عليه، احنا نعطيه اياه. من يقول لك كرفان، وانا شفت الكثير يصرون على الكرفان، فمن اساله ليش كرفان؟ يقول احسن هو حتى لانضام له حتى يسرق من هاي المقاوله، لان عنده نسبه بيها، وطبعا يجيب لك اياها بجوده رديئه. والكرفان اساسا ايش قد عمره الافتراضي؟ وانا ليش اخليهم كرفانات؟ خو اخليهم يعيشون بمساكن. انا موازنتي اوديها للانسان العراقي اولا، يجب ان احافظ على كرامه الانسان العراقي، وبعدين انا من اريد هذولا حتى اخفف من معاناتهم اشيل السبب. السبب شنو هو؟ دخول داعش. انا يعني الهمم، شحذ الهمم وتقويه العزيمه، وانا اخصص مبالغ للحشد الشعبي، لقوات البيشمركة، لقواتنا البطلة الباسلة، جيشنا العراقي، ذولا أنا أعطيهم رواتبهم
لأن الكثير قسم بعدهم حتى ما ماخذين رواتبهم. ذولا أنا من حررت هذه الأماكن أرجع الناس لبيوتها، وهاي الفلوس اللي راح أسوي بيه توفير بدل ما أشتري بيه أسلحة أسوي بيه إعادة إعمار، فإذا أشيل سبب هذه التكاليف، وبالتالي حتى ما أحتاج أعطيهم الـ400 إذا رجعوا إلى بيوتهم إلى مساكنهم. نعم سيدة ماجدة، يعني سأنتقل بك إلى موضوع آخر، يعني وللأسف العراق مليء بأبواب الفساد كما قلت، يعني عقارات الدولة على مدى 11 سنة ماضية. نعم. يعني ألم يحن الوقت للحديث عن عقارات يعني الدولة، وهناك يعني دوائر بالكامل قد تم بيعها والتصرف بهذه المبالغ، يعني ألم يحن الوقت اليوم لاستعادة هذه المبالغ الضائعة؟ لا بالعكس، حان الوقت والملف جاهز كما ذكرت قبل قليل، هذه من الملفات الجاهزة، وإن شاء الله يعني يمكن خلال شهر راح يتخذ بي إجراء إذا الله راد يعني، وصار اتفاق مع اللجنة المالية مع زملائي. إحنا ما نريد يمكن نخوض بالتفاصيل، لكن راح تتخذ إجراءات رسمية، مثل ما ذكرت أكو وثائق وأكو كتب رسمية، ويصير استدعاء أصولي، ونريد نفهم من الطرف الآخر، نريد نوقف على الحقائق. إحنا ما نريد نظلم أحد، إحنا نريد نحقق العدالة. العدالة، العقارات ليش هالشكل؟ كثير صار بيهدر المال العام، هذه عقارات من ضمن الإيرادات الأخرى، المفروض أنا أجيب منها إيرادات، وإلا أنا شنو مصلحتي أجي أبيع عقار بفلس ونص لمسؤول كبير، ومسؤول كبير ياخذ 10 عقارات ويسويها شركات، وواحد مواطن بسيط أنا أجي ألحقه حتى القاعد بيه مسوي له يمكن متر بمترتين مناطق شعبية، أقول له لا أنت شيل، أنت متجاوز، أو أنت هاي بيت مال دولة. هذه يعني الكيل بهاي المكاييل أنا ما أعرف يعني ليش. فقسم من المسؤولين أنا أعطيه بيت 600 متر زين بست ملايين سعر رمزي، وأعطيه يعني أرض، العفو، أرض 600 متر كونه مسؤول بست ملايين، وأعطيه بيت هو ماخذ بيت الدولة. طيب ليش؟ هو لو أعطيه قاع لو أعطيه بيت، واجي مواطن اخر هو موظف بالدوله العراقيه انطيب فد 200 متر منطقه نائيه، يمكن هذه القطعه ما تساوي لها فد 10 ملايين، لكن هذا الارض اللي اخذها الاولاني يعني مبلغ كبير جدا يمكن مليار واكثر. طيب ماكو عداله، المفروض يصير القطع. انا اتعامل كمواطن عراقي قدامي، كموظف دوله انا لازم يكون السعر هو واحد اللي اعطيه اياه، يعني مفروض تكون هناك عدالة بالثمن. يعني ما معقولة إذا أعطي مثلا 1000 متر منطقة نائية يمكن ما تجيب له شيء، يجوز أعطي 300 متر على أبو نواس إيش قد المبلغ يصير. فإذا يجب أن يكون هناك تقييم عادل، نفس هذا أليف يأخذ نفس باء، لأن هذا عراقي وحسب الدستور العراقي يجب أن يكون عادلة مع الجميع. من هذا المنظور عقارات الدولة أنا شفت فيه كثير من الفساد، وقلت انه عندنا وثائق وراح نعرض الوثائق ونشوف الحكم للجنه الماليه، لزملائي ولجنه النزاهه طبعا يكونوا موجودين ويانا، واللجنه القانونيه نسوي لجنه مشتركه، والامر المتروك لمجلس النواب. نعم. طيب سيده ماجده، يقال انك تعرضت لضغوط خاصه بعد ان نوهتي بانك ستكشفين اسماء متورطه بفساد، هذه الضغوط كانت حتى من كتله الاحرار، الكتله التي تنتمين اليها. العفو بس عندي سؤال، ضغوط من من؟ يقال بأن يعني أنك تعرضتي لضغوط عندما نوهتي بأنك ستكشفين عن أسماء، هذه الأسماء كانت متورطة بفساد، وهذه الضغوط كانت حتى من داخل كتلة الأحرار التي تنتمين إليها. لا والله أبدا، بالنسبة لي أنا صريحة مثل ما الشعب العراقي كله يعرفني أنا صريحة، أبدا كتلة الأحرار ابدا ما ضغطت علي ولا قلت لي دكتوره ماجد سوي هذا ولا تسوين هذا. انا اليوم اللي انا شفت سماحه السيد وتشرفت انه شفت سماحه السيد بالدوره السابقه اول ما يعني فزت بالانتخابات، طبعا انا شفته اكثر من مره بس كان هذا اول لقاء، من شافني من حكيت مع سماحته قال لي، قلت له اني سماحه السيد انا انسانه مستقله جيت للتيار الصدري، قال لي أوصيك بشي واحد، قلت له وهو؟ قال خلي العراق بين عيونكم واشتغلوا بس. بالله الكريم من ذيك اللحظة لهذا أبدا ما حد قايل لي على شيء، ومن أخلي العراق بين عيوني
ها هي خلاص العراق اولا، العراق ابويا وامي يعني، بالتالي اذا اي واحد يضغط علي، وما اعتقد انه كتلة الاحرار اللي بقيادة سماحة السيد وتاريخ عائلتهم معروفة، اذا اكو خطا يقولوا لي لا والله روحي الطريق خطا او لا تحاسبين فلان، لا ابدا ابدا ابدا. اما بالنسبة للضغوط بشكل عام فنعم هو موجود. الضغوط كيف؟ هناك مافيات، هاي مافيات تحقق إيرادات كبيرة من الفساد. أنت من تجي تقول ترى فلان عنده فساد، طبعا هل تعتقدون أنه يخلون فلان بحاله وفلان بحاله؟ لا طبعا، هناك ضغوط، الوضع الأمني للبلد شلونه يعني، وأنتوا تسمعون عن كثير من الحالات، فأكيد اللي يبحث عن الفاسد الفاسد ما يتركه 100%، لكن هناك عمل ويجب أن نؤديه، والله سبحانه وتعالى من خلانا على هذا الكرسي يجب أن نؤدي أعمالنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وشعبه، شعب العراق. نعم سيدة ماجدة، سأطرح عليك السؤال هذا مرة أخرى، الموازنة ما مصيرها وهل ستعود إلى مجلس الوزراء؟ إن شاء الله إحنا اليوم أنجزنا مقترحات السادة النواب، أكو لجان، لجنة المالية سوت لجان، هناك لجنة لدراسة المقترحات السادة النواب وصياغة مراجعة كل مادة من مواد مشروع مسودة قانون الموازنة، أنا موجودة ضمنها. إحنا انتهينا اليوم من مقترحات السادة النواب، نشوف كل مقترح نقدر ننفذه، ما نقدر، يحتاج إلى مبالغ تخصيصات إضافية، مثل ما تعرفون أنا ما نقدر نزيد من سقف الموازنة، بالتالي نشوف إمكانية تنفيذها من عدمه. مثلا أعطيكم مثال، احنا طلبات كثير تجينا من المواطنين، مثلا سلم رواتب الدولة عندنا مطروح أمامنا للدراسة، عندنا الإجازات الدراسية للتربية، هناك 5000 درجة لوزارة التربية، كثير من الطلبات، البعثات الدراسية، البعثات طبعا احنا مع تطوير الانسان مع الاجازات الدراسيه، احنا طلبنا ايش قد اعداد هذول الطلبه، ايش قد الكلفه، التخصيص الكلي ايش قد، فيجب ان نبحث عنه. طيب هذه لجنه، اللجنه نعم. طبعا مقترحات احنا خلصناها. طيب سيده ماجده، يعني بالعوده الى نعم. موضوع يعني الضغوطات التي تعرضتي عليها، انت ذكرتي بان بالعموم كانت هناك ضغوطات، هل وصلت هذه الضغوطات لمحاولات القتل بعد ان كشفتي عن اسماء متورطه بالفساد؟ والله يعني ممكن تجيك تهديدات، نعم تجي تهديدات من هنا وهناك، مو بس الدكتورة ماجل، أي واحد يجي، فكيفما اللي يبحث عن الفاسدين، فهناك نعم هناك ضغوطات، أكيد أكيد هناك ضغوطات، هناك ضغوطات أحيانا من مسؤولين يجون يخابروني، أو بعض الزملاء مثلا يقول لي الدكتورة ايش عندك ويا فلان، يعني أبنا والله أنا ما عندي، حتى ما أعرفه أنا، بعض اللي مثلا اكتشفنا عليهم أخطاء وأنا من شفتهم لأول مرة أنا قلت منو هذا، أنا ما أعرفه، أنا عندي وثيقة، أنا عندي وثيقة أنه الدائرة الفلانية بفساد، شخص واسمه أنا ما يهمني هذا الشخص واسمه منه، لكن أنا عندي هذا فساد على، إذن أقول لك جيبوه حتى أحكي وياه، فمن يجي يتصور أنه أنا مستهدفته، لا والله أنا ما أستهدف أحد أبدا، وأنا أفرح أنه كل واحد يكون نزيه، ونتحاور ونشوف هاي الوثيقة صح أو خطأ. بس هل أتعرضت إلى الضغوطات؟ نعم أتعرضت إلى الضغوطات، شأني شأن زملاء إلى آخر. نعم سيدة ماجدة، يعني سأعيد سؤالا مرة أخرى عليك، وذلك يعني لوجود كلام كثير وأريد الاستضاح من حضرتك بشكل واضح جدا. تفضلي. هل تعرضتي سيدة ماجدة التميمي لأي ضغوطات من داخل التيار الصدري بعد أن تحدثت عن الموازنة وتحدثت عن أبواب الفساد وتحدثت عن محاسبة الفاسدين؟ لا أبدا، بالعكس، التيار الصدري أنا يمكن قبل يومين كنت بالهيئة السياسية، هم يشدون على ايد كل واحد، كل عظم من كتله الاحرار، انه اذا عنده ملف فساد يقول له بس اتخذ. احنا شنو بالتيار الصدري حقيقه، انا احكيها هذه للتاريخ، هو منظم جدا، يتابع نشاطات كل نائب، يمكن اكثر الاحزاب مع احترامي لجميع الاحزاب تنظيما هو كتله الاحرار، نشاط شهري للنائب، عندنا اجتماعات دوريه،
من واحد عنده ملف فسادي يقول له هل أنت وثائقك صحيحة؟ هل ويقول لك أنت باللجنة حتى بالتصريحات يقول